يا ابن الجزمة يا وسخ. نايمني في العشب. ايه يا جماعة، ده الضرب من الجهتين. طيب يا سلمى، يما يا سلمى، صوتك مثل صاحبنا أمعط. انا بتابع بن سوري على اليوتيوب. والله هذا شكلك انت، والله هذا صوتك افضل قلبي حاسني. هو اصدقائي افضل سلاح باللعبة شو هو؟ عندي ناس كلها كويسة باللعبة، ما عليك انت، بس اي سلاح بيطلع بايدك هو سلاح ممتاز، سواء او اي ار او اي شيء. هي زعلت وسكرت المايك. قتلت اثنين. ما ادري شو قالوا. طيب الخاف عليك، والله شكلك شكلها معه. ممكن تعلموني كيف بدل بالسلاح؟ يا راجل انت والله بتعرف، بس انت قاعد تتدلل علينا. انا قلبي حاسني انت اللي تعلمنا يا ابن سوريا. استغفر الله ربي العظيم. بس تتدلل، والله انت قطاع مبين عليك، بس نشوفه لقدام شوي. هذا قفلتوا صوته على مرور تيمو، عن بالي يا زلمه. هذا قفلتوا على تيمو واتركوا ابن سوريا. شو كلب قدامك؟ هذا انا لقيت اخي انت سكالوب والله. ستة. بضل يحكي ام عاد كمان، ابن سوريا بضل يحكي ام عاد ولك القرآن شكله هو. انا ما من خواطك مبين ابن سوريا رقم واحد، يمكن من حساب ثاني ما بتعرف. لا مو هو، اسمع صوته، سمعني صوته. وها خذ. السلام عليكم. رقم واحد، معلش تحكي شوي. ليك نهاية عم بحكي انا. يعطيكم العافية. اي والله ده ابن سوريا هذا. رقم واحد ابن سوريا هذا، انا على طول متابعك يا رقم واحد. يا ابن سوريا. اخي انا اسمي محمد. انا من سوريا، اسمي محمد. انا هذاك 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 مهلوس اللي معي، بحكي لي هذا والله انا. لا اخي انا كمان بتابع، بحكي لك كيف ابدل السلاح، مش كيف ابدل السلاح. لا حبيبي هذا انت نفسك شخصيا، والله نفس الصوت. يا الله هو. على راسي اخونا، والله انت قطاعه باليوتيوب سفاح. هو اخي انا مو من سوريا، مو هو اللي باليوتيوب. ليش ما عم تفهمه يا عمي؟ صوتك هذا خلص، لا تكر. محمل لعبه جديده. والله العظيم هو انت، هاي حلفت يمين. اسمع اسمع لو سمحت يا اخي رقم واحد. أيوة. انا متابعك كل فيديو بتنسبه دغري بتابعه. طيب لا تحاول معي. اسمع لا احكي لك كلمه. طيب كيف بدل السلاح؟ يا انا مو من سوريا. لا احكي لي يلا. ولك امعاد. يسعد ربك. احمد انت فايز الجيم يا كبير، يسعد ربه. والله راسي يا ابو سوريا. لا الله، لو اشوفك. أنا اسمي محمد يا شباب. لا انت اسمك سامر ابن وحود يا كبير. انا قطاع. استنى شوي استنى شوي، باك اب تليفوني بتلعب. اسمع انا اعطيني سماعتي بلا، بس دقيقه اعطيني سماعتي. لا فلعب حلان. طلعنا الدنيا. بقول لك بعرفش العب. هو اللي بيحكي لك بعرفش العب، هذا بيكون بمعط معط معط كبير. خلاص اليوم الجيم فايزين لها ان شاء الله. والله قتل تيم كامل ما شاء الله. لا بيعجبك ما شاء الله عليه، جد لعيب. كيف باخذ الاسلحه اللي بالصندوق؟ كيف باخذ الاسلحه بالصندوق؟ كيف؟ لا اله الا الله. لما اكفر عليك. استغفر الله ربي. لا اكفر عليك. اتق الله يا زلمه، اتق الله.
خاف الله فينا يا رجل، يقول لك كيف اخذ اسم لو بعلم الغيب كان فتت معاكم جيم. لا 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 ما عليك قنبلة. خف عقلي، شكرا لك. خلاص لا تهلس علينا، اذا انت هو خلاص احكي انه انا هو، لا تهلس علينا. سلمى افتح المايك واحكي معاهم، انت قاعدة بتلعبي مع اكثر محترف بالبوبجي بالوطن العربي كله. سيبني بحالي، سيبني بحالي. لا انت فهمتوني غلط، انا ما قصدي الصندوق، انا قصدي الخط، الخط الازرق. الخط الازرق مش عارف شو هو الخط الازرق، مش عارف شو هو السيفزون. ارحمني الله يرحم والديك. وين شفته؟ وين شفته هذا؟ وين شفته؟ هذا كومنت هو بس اللي بيقتله. لقيت واحد. ايه يا ابني ده؟ ويقول لك ايه هو الخط الازرق؟ الله شو صار؟ انشلخ. لا مفيش حد بيقتل غيره والله، انا شايفه انتوا بتعملوا ايه؟ مش كده على فكره، وانا كمان بنوك والله، وانا كمان بنوك. تعالوا في كار وسكوب 6 يا شباب. اي كار الي. شو يعني كار؟ سكوب 6 الي، زدت ال 100 هذول واعطيني خضر مكانهم. اعطيها ل مين تامر يا زلمه؟ رقم واحد اسمي محمد. مين انت؟ امي هاي يعني مين؟ يعني هو بيلعب وانا بعرفش العب يعني مثلا؟ بس بس تكهبل بحياة الله. تعالوا نلعب جيم ثاني امانة، كمان جيم. معلش يا رقم واحد يقول لك يروح امك انت كمان، ما تخليني ساكتة بقى، تخلوني قاعدة والله هكسر الموبايل في الحيطة. استناني ليش رحت؟ لماذا بكرهني يعني شكله؟ ليش انت كرهاني يعني؟ انا كرهاني؟ راح تجيب السيارة. حاسه كرهاني. اول مرة يلعب وهيسوق، شايف ان هي غريبة شوية. لو وصلنا لدروب الاول. انا عليك لو لقيت لبس الشجرة تديهولي. ايه يا ابني ده؟ كفاية عليك كده. كام واحد قاتل ده؟ اجونا 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 اجونا. اجونا اجونا اجونا. قوم قوم. ولي الله ما حسب لي ولا كل. امي 24 او شت. انا بس ساعد خلص. ما تقاتل. يا ابن الجزمة يا وسخ. نايمني في العشب. ايه يا جماعة ده الضرب من الجهتين؟ عيب. ممكن احكي كلمة؟ شو بدك احكي؟ استنى بقى لما نشوف هو اسمه ايه؟ 15 كيل. لك ام عاد. يا نهار اسود. لك كفو. ام عاد. معت معت 15 ليه يا حبيبي؟ وبعدين تعالى تعالى تعالى، انت منين اول مره تلعب وشايل ام 24؟ انت هتتمسخر علينا. ايه ده؟ كنت مصدقه والله انت؟ عيب. والله اللي عمل لك هذا ابن سوريا شخصيا. اصبر بس اصبر، والله العظيم ما انا سايباها. وبعدين انت ايه اللي خلاك تلبس لبس الشجره مثلا ما دام انت اول مره تلعب؟ انت ما تعرفوش صح؟ بص ساكت. يلا على السيارة شباب، خلينا نتحرك. يلا على السيارة. عرفت ان ليه السيارة مثلا؟ ما انا هنقطك اصبر علي. هي فتحت مع تحقيق والله. بس خلونا نركز بالجيم، الله يوفقك. نركز بالجيم عشان تطلع الاول طبعا. هياخذ الاول. انا على طول. مرة لعب بفرد وسنايبر، اللي بيلعب فرد وسنايبر وبيجيب مركز اول هذا ما له حل. انا متابعه لحظه بلحظه على اليوتيوب. هذاك ابن سوريا. انا محمد صديقي. بو هاي واحد في واحد في واحد في واحد. اقسم والله العظيم على فكره ده بيستهبل عليكم. اقسم بالله انت ما شفتش فتح السكوب ازاي وراح قتله يا
يا كذاب. طب صراحة أهنيك على اللعب هذا، والله إنك أسطوري. ايه 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 عشرة عنا عشرة 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 وبيتنطط ومعرفش ايه ايه اللي هو الخط اللازق يعني حوالينا عشرة ما تلحقوا يموتوا. انت قتل 17 واحد يا ابني، انت ايه ده، انت اسطورة مفيش منك. لبس الشجرة، عطيني لبس الشجرة على رأي لبس الشجرة. اصل اللي انت بتعمله ده عيب والله، بتتمسخر علينا والله عيب. عنده 17 كل مبدئيا. 17 انا عارف، وانا فاتحه عليك كام. وبعدين يعني اول واحد بيلعب. لا 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 استنى بس، عشان هو قاعد بيضحك عليك. اول حد بيلعب ده كيو ان بي كيو بي تاد ما اعرفش ايه، لكن ده بس ام 24 وام 416 يعني هو عارف هو بيعمل ايه. بص سكت ازاي. 17 كيلو بيقول لك ايه ده، هو ايه الخط الازرق ده؟ بسرعة سماي وانا معاه. وين 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 سوي 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 مزهد سوي مزهد سوي مزهد. وعارف يجيب هيد شوت ما شاء الله. لا لا انت فاشل، انت فاشل مش عارف تجيبه والله. لا ول وبيلعب على ايباد يعني مو كمبيوتر، بايباد كمان. ما فيش حد هناك. لا في واحد كان لابس ازرق ما شاء الله شفته، وانا اللي فاتحه الكاميرا يعني انا المفروض ان انا اشوف. ولا دروب ورا بعدين طاق وراح ولا دعم الجيل. هذا هو في غيره؟ لا ما بتعرفش تلعب. بلشت احس انه هاكر يسا مش بني ادم. على فكره كثير ناس اتهمت انه هاكر. لا هو على فكره هو مش هاكر، هو بيعرف يلعب كويس جدا. لا بس هو لعيب والله واضح. اتفضل اهو. هذا جد جد بلعب صح. ما عندي ما شاء الله. شباب قلت لي اول مرة تلعب؟ ما شاء الله ولا بزل يا ده. وعارف ازاي يحذف قنبلة و يك في ذات سموك ولا انزل تيجا. يلا وينهم يلا وينهم زين. بس يطخ عليهم في الجيم كيف كيف ما عارف. بص 20 كيلو وينه؟ احسن احسن وينه وينه سوي انه مزهد. هم خليك تشوف اصلا دغري بكون منزله. ما هذا اللي شايفه انا. هو انت اللي تتكلم. يا الله نلعب جيم ثاني امانة عليك يا وحياة الله. ايه بس استنى بس انا هعمل له ريفورد. لا 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 تسوي بلاغ. لا تسوي بلاغ لا تسوي بلاغ. دير بالك دير بالك تسوي بلاغ. ارجع عليكم شغل. لا اله الا الله ورا الصخرة. خلاص يا عم انت رايح له ليه؟ خلاص يا مجايبر راح الكيل. ايه ده هو مات اهو. يلا يلا تعال تعال. ضل ثلاث لاعبين ضل. خير ركز بالجيم. ضايل ضايل اثنين. ضل اثنين بس ركز بالجيم بعد ما قتل 20 واحد. عايز ايه اكتر من كده؟ ما خلاص انطيتك فرصة تتغير. الله يا بنت سوريا نلعب مع بعض أول. تحياة الله نلعب مع بعض. استنى شوي أمانة. كان معك ولا مش عايز ألعب معي تاني. مش عايز تلعب معي تاني سلمة. مش هديك لايك والله بالسهل. مش لايك لايكات كفو. كم في لك يا معط. لك يا معط يسعد ربك بالله عليك. يوم واحد أمانة. اخواتي حبايبي هيك بنكون وصلنا نهاية المقطع. ان شاء الله المقطع يكون نال اعجابك. برجع وبذكركم اذا عجبتك السلسلة ادعمها باللايك لحتى اعرف هل الفيديو رح يجيب لايكات منكم، هل حبيتوا هاي الشيء ولا لا. واكتبوا لي بالتعليقات كمان شو ممكن نسوي فيها. انا بصراحة حابة كثير لهي السلسلة وان شاء الله رح اشوفها السلسلة ناجحة كثير كثير. وبنفس الوقت بلعب مع المشتركين بطريقة عشوائية لانه مثل ما شفتوا باحد الفيديوهات طلع في حدا من المشتركين معنا وانبسط كثير اني لعبت معه. فهيك بنكون وصلنا نهاية المقطع.
المقطع، بتمنى من حضرتك انك تدعم المقطع باللايك، وبتمنى منك انك تكتب تعليق، واذا كنت اول مره عم تشاهدني بتمنى منك انك تشترك وتفعل زر الجرس. اسعد الله مساكم او اسعد الله صباحك. السلام عليكم ورحمه الله.